فيما أبو بكر هذا من أموركم؟ قد اجتمع الناس على بيعته وهو من تيم، من تيم، أقل حي من قريش وأذلة. والله إن شئتم لأملأنها عليه خيلا ورجلا وآخذنها عليه من أقطارها. معاذ الله، معاذ الله أن نشق عسى المسلمين. والله إنك ما أردت إلا الفتنة، ولا حاجة لنا في نصيحتك. على رسلك يا أبا الحسن، ما أردت إلا أن أنصرك إن كنت قد غلبت علي. والله يا أبا سفيان، لم يخلو قلبك من الجاهل، وما زلت ترى النبوة مأثرة وملكا تتفاضل بهما القبائل، وقد وضع الله أنساب الجاهلية وحميتها. أما سمعت رسول الله يذكر الناس ويقول: كلكم لآدم وآدم من تراب؟ والآن تقول تيم وعبد مناف؟ أما أنا لك يا أبا سفيان أن تعلم أنها الرسالة من الله للناس كافة؟ أما الإمارة بعد رسول الله فلولا أن رأينا أبا بكر لها أهلا ما خليناه وإياها، فليس علي بالذي يسكت عن الباطل أو تأخذه في الحق لومة لائم. أنت أحق بها منه، وأنت ابن عم رسول الله وزوج ابنته. كان رسول الله نبيا ورسولا ولم يكن ملكا، ولا والله ما كنت لأشق عصى المسلمين وأوهن قوتهم حين صرنا أحوج ما نكون إليها وقد ارتدت العرب. يا أبا الحسن، ما أبطأك عن بيعة أبي بكر؟ فإن الناس ينظرون إليك. علي، علي، فهو جاء علي. لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، أبسط يدك أبايعك.